أمام لوحات الصحراء. وقد لقبتها باسم الجزيرة الخضراء. تقع المانعة في الجنوب الجزائري، تبعد عن العاصمة حوالي 900 كيلومتر، تحدها من الشمال مدينة غردايا ومقر الولاية بحوالي 270 كيلومتر، أما من الجنوب مدينة عين صالح ب 400 كيلومتر. فالمنعة هي واحة من واحات الجزائر العريقة، لها عادات ومميزات. فإن قصر المنيع الشامخ هذا الموقع الأثري الذي يطل على المدينة، والذي بني على هذه التلة، فالقصر القديم له عدة وساطر. فقد تعددت الأساطير عن هذا القصر، فمدينة المنيعة هي مدينة سياحية، هذا القصر العديد من السواح وخاصة الأجانب، وقد سكن هذا القصر أوائل من قدموا إلى المنيعة، وهذا حسب ما تقول الأساطير،
يقولون أنه بني وحكمته ملكة، وقد كانت تسمى بمباركة بنت الخص. فقد حكمت هذا القصر لعدة قرون، وهذا حسب ما تقول الأساطير أو الأسطورة. وكانت تسكن في هذا الجناح من القصر. I'm not afraid to die.
الهوى.